واتكلمنا عن الترجي بشكل كبير جدا، والكابتن نبيل معلول قال كلام مهم جدا. لكن مرجوعنا على النادي الاهلي والفرقه والمعسكر النهارده، وحضرتك شرحت لي الاجواء، مفيش شك ان ضغط المباريات مأثر على اللاعبين، لكن حتى اللعيب المجهد في هذه المباريات هو نفسه بيجهز نفسه بشكل مختلف. كل حاجه تتنسى عشان النهائي. كل حاجه، تعب، ارهاق، اصابه، عايز ارجع بسرعه، كل حاجه تتنسي. انت عايز بتفكر في النهائي، بتفكر في البطوله اللي انت عايز ان شاء الله تبقى موجوده عندك وتوصل كاس عالم. هي هو ده مفيش كلام. انا كنت في النادي امبارح، مفيش حد بيتكلم غير الموضوع ده. مش ده في النادي، في الشارع، كل حته، مصر كلها. انا بقول لك جماهير النادي الاهلي بتلعب مباراه قبل يوم الجمعه، بتلعبها خلاص وحماس، وكله بيفكر ان شاء الله ازاي يفوزوا بالبطوله دي. الجماهير بتفكر ازاي تفوز، فما بالك انت مدير فني ولاعيبه، كله مركز في الموضوع ده. مفيش حاجه اسمها جهاد، مفيش حاجه اسمها تعب. انا عندي 180 دقيقه زي ما متفقين، نخلصها على خير ان شاء الله. التعبان بقى يستريح، وكل حاجه تبقى كويسه، وكل حاجه تبقى حلوه، واي حاجه هتعملها تبقى مقبوله. الناس كلها تقبل منك كل حاجه، لان الناس مستنيه حدث كبير ان شاء الله يا رب يحصل، والنادي الاهلي يتوج البطوله، ويبقى تتويج ليه باسم النادي الاهلي. الحسم في برج العرب او الفوز بنتيجه مطمئنه في برج العرب، اعتقد يعني هو زي ما قلنا المنافس قوي، ولكن هو الهدف المنشود، هو المطلب، وهو الهدف زي انت بتقول. هو ده يعني الناس كلها بتتمنى، دي الامنيه اللي كل الاهلاويه عايزينها. يعني فوز مريح، تسافر ان شاء الله تونس، مفيش ضغوطات. المباراه تبقى صعبه في كل الاحوال، النتيجه مهما كانت النتيجه المباراه هناك صعبه، متاكد احنا خلاص الموضوع ده منتهي تماما. لكن هتفرق وانت مسافر ان شاء الله وعامل نتيجه كويسه، تريحك انت واسمك كمان، هيفرق كمان قوي. احسن ما تسافر تبقى فيها حسابات كتير. انت عايز تروح هناك ما تفكرش غير حاجه واحده بس، هي ال 90 دقيقه بدون حسابات. عايز اقعد 90 دقيقه زي المدير الفني هيقول ان شاء الله ارجع بالكاس. لكن قبل ما افكر في اللي هناك، انا بفكر في اللي هنا، ان ازاي اخر مباراه اللي هنا ان شاء الله بنتيجه كويسه مريحه. وده اهم حاجه، واهم حاجه من كل الكلام ده عدم استقبال اهداف هنا ان شاء الله في القاهره. ده دي اهم نقطه. بالظبط. ودي النقطه اللي هاجي لك فيها. اتفضل. اما انت يعني اتكلمت قلت لي سامع عاشور وعمرو السوليه، دول عليهم دور كبير جدا. قلت لك في المقابل يعني في فرانكوم وكلوبالي، دول برضه لعيبه كبار جدا. لو قلنا نبدا بخط دفاع، لو قلنا مثلا يعني وفقا للتشكيلات المباراه اللي فاتت، الاهلي تشكيله اللي فات والترجي تشكيله فات، تشكيلات قريبه جدا. لو قلنا محمد الشناوي في حراسه المرمى امام رامي الجريدي، وكلاهما تعرض للمباراه الاخيره مش لهزه، لموقف. طبيعي جدا على فكره، بتحصل. ممكن اي حارس مرمى تحصل له هزه، تحصل له موقف مباراه، لكن كل حاجه دي بتتنسى يا ايهاب، ودايما بيبقى عامل على الجهاز، الجهاز الفني، ازاي يخرج حارس المرمى من الخطا ده، وبيحصل. وانا اتكلمت على خطا الشناوي في مباراه اتفاق الصيف، مش مشكله، بيحصل اخطاء طبيعي، مفيش حارس مرمى، مفيش لعيب في العالم ما بيخطاش. طبعا. لكن هو دايما حارس، الحارس الخطا بتاعه متشاف، معروف، زي بيقول لك بألف زي ما بيقولوا. طبعا. فاهمني؟ لكن بتنسى. انا واخدك لمنطقه تشابه، عارف عارف، لان لما ادخل بقى على خط الظهر احمد فتحي، سعد سمير، سليف كولوبالي، ايمن اشرف، واخد الترجي سامح الدربالي، شمس الدين الزوادي، محمد اليعقوبي، ايمن بن محمد، برضو كان في بعض المشاكل في خط دفاع الفريق الترجي، وايضا بعض المشاكل في خط هو دايما الترجي من بدايه الموسم اللي فات ده وعنده مشاكل كتيره جدا في الدفاع، جدا في كل مباريات، في كلها. يمكن بعد الفتره الاخيره دي نوعا ما في تحسن شويه، لكن من فتره كانت عنده نفس المشكله جدا الكبيره دي في التراجي. هنا في النادي الاهلي الاخطاء مش كبيره قوي. يعني مش عايز اقيس على مباراه الوصل، لان كان سليف لسه، كان واحمد علي يمكن اول مره يلعبوا مع بعض، لكن ادوا، يمكن احمد قدم مباراه كويسه. احنا متفقين هذه المباراه يبقى فيها نوع من يعني بالظبط لازم يبقى سرحان في النهائي، لكن اخطاء اللي حصلت في وفاق الصيف اهاب وكان فيها انا وانت مش هتحصل تاني. ما ينفعش الاخطاء تحصل في نهائي، لان انت مش لسه ما فيهاش تعديل، ما فيهاش تحسين، لا انت مركز ان تطلع مباراه من غير اخطاء ان شاء الله رب العالمين، خصوصا الاثنين اللي في القلب، كوليبالي وسعد سمير. وسعد انا عاجبني ان سعد الحمد لله بعد المباراه ما فيش اي حاجه، ما فيش اي شكوى، فدي طمنك زياده كمان. على الجانب الايمن احمد فتحي، حدث ولا حرج عليه ما شاء الله، مستوى ثابت، كل حاجه بتعمل صح مع احمد فتحي. على الجانب الاخر ايمن اشرف
متعدد المراكز والمواهب. الفكرة احمد كان حابب يشارك في مباراه الوصل، ما كانش حابب يريح. بالظبط دي معلومه احمد، مع معلومه انت قلتها يمكن الناس ما تعرفهاش. انا عارفها كويس قوي. انا بقول يعني الناس تقول لك ايه، هو شارك وجاله شد، طب شارك ليه وشارك لان هو ليه؟ احمد من نوعيه اللعيبه اللي عايز دايما موجود في النادي الاهلي، عايز يلعب مع النادي الاهلي، ما يهموش هو بقى المباراه ايه، لكن هو عايز يبقى موجود. عشان كده بقول لك اي حد في الدنيا بيتمنى اثنين ثلاثه زي نوعيه احمد فتحي هيريحه جدا. وايمن اشرف بيقول لك ما شاء الله مستوى ثابت، بيأدي اداء هايل، فانت ما عندكش مشكله. حتى لو ظهر بعض المشاكل، اعتقد الفتره اللي فاتت دي اتعالجت واتكلم فيها مستر كالترون كويس وكابتن محمد يوسف على الحته اللي كانت موجوده في قلب الدفاع. اكيد مستر كالترون شايف بشكل كويس، لكن اتكلمنا على مستر كالترون كتير قوي، لكن المره الوحيده اللي شفته على غير عادته مع الفريق في مباراه العوده امام وفاق سطيف، نرفز كده بعد هدف التعادل وفاق سطيف، وكان مشدود قوي على الخط، وابتدت تظهر شخصيه اخرى في مواقف اخرى. طبيعي، لان هو خايف. كره القدم ما فيهاش ثوابت، في ثانيه الكره بتقلب، في ثانيه الهدف الشناوي الاول يقلق اي مدير فني بره، خطا لكن خلاص انتهى، لكن يقلق. هو عارف ان مباراه كره القدم ما بتنتهيش غير لما حكم مصفر، ممكن في ثانيه مع الجماهير مع شده اعصاب خلاص انت شايف النهائي، في ثانيه تبقى انت بره. فهو ده اللي قلقه وده اللي عصبه. وعلى فكره انا بحب المدير الفني كده لما بالوقت محتاج عصبيه، لا اتعصب اتعصب، عشان حتى لو في حد بقى هادي شويه في الملعب يعرف ان انت متعصب ليه، انت خايف، لازم تقلق، لان مباراه كره القدم مع صفاره الحكم. لكن عصبيه انا عجبتني عن نفسي. فعلا كانت عصبيه مطلوبه في التوقيت ده، رغم ان هو راجل عمرها ما حصلت وهادي وبتاع. انت بالظبط بتقول عمرها ما حصلت ان يوم ما بقى مدير الفني في النادي الاهلي عمره ما شفته متعصب غير في المباراه دي. لكن كان على حق، فعلا كان على حق. والمباراه مهما نتكلم فيها خطوطها متقاربه، لكن كنت سامع الكابتن عمر محمد عمر كابتننا الكبير والمدير الفني السابق لنادي الاتحاد، يا ريت يا جماعه يكون موجود معانا، كان ليه تجربه حلوه مع الترجي وكان بيتكلم فيها بشكل كبير، وقال لك ان الترجي على ملعبه او لما بيبقى عايز يهاجم بشكل كبير بيهاجم بعدد لعيبه كتير جدا، وبيبقى خط دفاعاته فاضي. بالظبط، بتسيب مساحات كتير جدا، ودي دايما النقطه اللي دي النقطه دايما اللي بتاخد على فريق الترجي. فريق الترجي بيلعب هنا في القاهره مباريات ممتازه، لكن نبيل لجأ بيلعبك في تونس يا ايهاب، بيلعب اكنه بيلعب مباراه في الدوري العام، عايز يكسب، خطوط مفتوحه، لكن هو ما بيركزش في خطوطه زي ما بيلعب بره. لكن برضه مش عايز نركن على النقطه دي خالص، المباراه القادمه بالنسبه للترجي والنادي الاهلي مختلفه تماما، ولازم الناس كلها تعرف كده، ولعيبه النادي الاهلي لازم يعرفوا كده كويس قوي. هيلعبوا هنا مباراه على في تونس، لا مش هيلاقوا الترجي اللي بيسيب المساحات، اللي عايز يهاجم الا لو انت ان شاء الله عامل نتيجه هنا عاليه جدا، اللي هو بقى من بدايه انا فاتح خطوطي وكده كده ما عنديش مشكله، لكن النتيجه هنا هي اللي هتحدد اداء الترجي هناك. لكن مش هينفع يا ايهاب ان احنا يبقى كل مره لا ده الترجي، احنا متعودين ان احنا نقدم مباريات كبيره في الترجي، لا لا مش هتلاقي الترجي. لا احنا قلنا دي خلصت، مش عايزين نتكلم فيها. حتى مستر كارتيرو يعني حتى الجماهير بقى عندها الوعي ده كمان. انت عارف يا ايهاب انا بتكلم ليه؟ انا بحط نفسي مكان التوانسه او اللعيب التونسي او اي مدير فني تونسي هناك. يقول لك طب ما هو اكيد بيتفرج واكيد عارف الاخطاء اللي بيعملها في تونس، فهو مش هيعمل الاخطاء دي تاني، اكيد اتعلم واكيد هيلعب في تونس غير ما الناس كلها متوقعه. لكن الاول احنا نفكر هنا ازاي نخلص المباراه من هنا ان شاء الله يا رب على خير. ان شاء الله نخلص المباراه من هنا، والمباراه هنا لازم الاهلي يلعب بها باستراتيجيه كبيره، استراتيجيه يحقق فيها اهداف المطلوبه في ظل منافس قوي. مباراه الترجي الاخيره ما فيش شك على ملعبه وفوز 4-2 على بطل انجولا اديته قوه، وتكاد تكون افضل مباراه للترجي في السنتين الاخير، وخاصه في البطوله دي. يعني هو جاي خلاص بقى في النهائي، كان في اداء متذبذب، ولكن في المباراه الختاميه ادى بشكل جيد، استعد جدا للنهائي. دوافع جديده، دوافع ده جديد. دافع جديد كبير جدا جدا جدا، وفي توقيت قاتل. بالظبط 2-2 انت بره النهائي، ترجع 4-2، دي دفعه معنويه ايهاب قويه جدا 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 للعيبه، لجماهير، اللي هو ايه ده انا رجعت وعرفت اكسب ووصلت النهائي. لا دي دفعه، ادفع تاني. الدفعه الثانيه او الحافز الثاني، انا عايز اطلع من عقده النادي الاهلي، من مشكله النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيروح تونس مباراه كويسه قوي وبيكسب وياخد بطوله ويرجع، دي كمان حافز ثاني. كل حاجات ايهاب لازم يقابلها على الجانب الاخر لعيبه النادي الاهلي
بنفس الدوافع الكبيره او الاكبر، لان زي انا متاكد يا ايهاب وافتكر الكلمه دي، الترجي مش هيبقى الترجي للاهلي قبله السنوات ولا اللي قبله في المجموع في دوري المجموعات. لا لا خالص، الموضوع مختلف تماما، مش ده الترجي زي ما انت قلت، حته ان هو 2-2 و4-2 حافز قوي يعني، بادئ على ملعبه مهزوم 1-0 بيتعادل، بيبقى مغلوب 2-1 بيتعادل، الجون الثالث ايا كان المنافس جابه، ظروف المباراه ما حسبتوش، جاب ثالث جاب رابع، دخل في المباراه بشكل كبير جدا، عنده دوافع. ما هو كده دايما يا ايهاب بتقلق من الفريق اللي عنده دوافع، اللي عارف يعني ايه بطوله، اللي متعود على البطولات، زي ما كابتن ميكا بيتكلم دلوقتي بيقول لك الناديين متشابهين قوي، مع طبعا الفرق الكبير للنادي الاهلي اللي هو سيد افريقيا كلها، لكن الترجي اسم كبير بيعرف ياخد بطولات، عنده لعيبه كويسه، نص الهجوم الاول لو اتكلمنا نص الملعب متداخل على فرانكوم كوليبالي وانيس البدري والانيس البدري والشعلالي ويوسف البلايلي وطه ياسين الخنيسي، يعني خط هجوم قوي جدا قوي جدا. انا كل اللي يفرق معايا اتنين نص الملعب بتوع الترجي، كوليبالي وفرانكوم بس. لو قدرت انت تاخد نص الملعب من الاثنين دول انت هتاخد المباراه، لان الثلاثه او الاربعه الفراوده من غير الاثنين دول لا، ما هتبقى مشكله. الخنيسي لعيب كويس جدا وهداف وكل حاجه، لكن انا بقول لك دايما نص الملعب هو المشكله، هو القلق، ازاي تسيطر على نص ملعب مع اثنين لعيبه كويسين جدا، موجود كويس قوي، بيعرفوا يلعبوا بكره كويس، تمريرات كلها صح، ما تديش الفرصه للاثنين دول، انت منعت اي خطوره على مرمى الشناوي ان شاء الله. توقف مفاتيح اللعب من البدايه بالظبط، تسيطر على وسط، ما انت امتلك وسط الملعب وامتلك الزمام. طبعا خلص المباراه، دي مفروغ منها، وبعدين بقى استعمل انت الناس المهاريه اللي عندك والعب لعبك الحلو اللي هو الاجناب، اللي استعمل وليد ووليد، لا هتلاقي شغل. لان انت دايما كل ما الكوره معاك انت الاحسن، انت اللي بتهاجم، ما تفقدش الكوره كتير، وبعدين المباريات زي كده ايهاب فقدان الكوره محسوب قوي، محسوب، جزيئات صغيره جدا بتتلعب في المباراه دي، كره تتقطع في نص ملعبك مشكله، انت بقيت مدافع في نص ملعبك، في تلت ملعبك بتقطع الكوره منك، انت في حاله دفاع، انت مش عايز في حاله دفاع في المباراه دي، انت عايز المباراه دي دايما انت الفعل مش رد الفعل، عايز دايما، مهم قوي كمان واكيد مستكرر نتكلم فيها، الكره الثانيه مهمة قوي، الكرة الثانية دي تبقى عاملة هجمة تتقطع، يبقى أنت اللي تجيب الكرة الثانية، لازم أنت دايما يا إيهاب أنت المبادر بكل حاجة، أنت اللي بتدي رسالة كده في الملعب للعيبة الترجي، لا أنا إن شاء الله النهاردة اللي هفوز، أنا اللي هفوز، ما تدخلش، دي بيبان من البدايات، بس البدايات بقى هنا في استاد برج العرب هتبقى إزاي؟ بدايات الترجي اللي جاي، جماهير النادي الأهلي هتملأ جنبات الملعب بالتشجيع الكبير طبعا المعتاد للجماهير العظيمة الحمراء، أكيد هيبقى قدامهم يعني مدير فني للترجي، الراجل هيبقى عايز يمتص هذه الجماهير وهيضغط في أول مباراة، طبيعي جدا، مش هيبدأ قافل ومستني الأهلي يضغط عليه ويضغط لعيبته أكتر، والحركة هتشوف الأمور إزاي، مش هيحصل اللي حصل في دوري المجموعات، هو مش هيضغط نفسه من الأول، استحالة يا إيهاب، لأن هو عارف هو بيلعب مين، وعارف تأثير جماهير النادي الأهلي في المباراة دي إيه؟ فأنت لو ضغطت نفسك من الأول أنت خلاص سلمت الفرقة من بدري قوي. فلو أقول لك لا أنا مش هضغط، مش هضغط نفسي، أنا هلعب لعب متوازن، ممكن يسيبك نص ملعب ويسيب لك يقفل لك المساحة، أضغط عليك بس شوية بالخطوط الأمامية ومأمن نفسي دفاعي. بالظبط، لكن هو يبقى مضغوط من الأول لا، هو كل اللي هيعمله هيعمل حاجة مهمة جدا. هيحاول يستحوذ على الكورة أكبر فترة موجودة في الملعب. باستعمال الاثنين في نص الملعب كولوبالي وفرانكو دول اللي هيحاول يستعملهم، وهم اثنين تقال قوي بلغه الكوره، مجهودهم كبير البدني بالظبط، اولا ما بطلوش جري، تقال في الكوره، بيعرفوا ازاي يمتصوا حماس الجماهير دي بتمريرات كلها صح، مفيش مشكله، هو هيعمل دي، على الجانب الاخر انت لا، مستر كادرون اكيد عارف دي كمان، فيعمل ضغط وضغط، حتى لو وصل ضغط عالي جدا من فوق خالص هو ما عندوش مشكله، اول ربع ساعه ثلث ساعه دي ايهاب الاهلي لازم يبقى مسيطر على المباراه دفاعيا هجوميا، مسيطر عليها مفيش، ياخد حماس المباراه الدفعه والدفعه اللي احنا يعني بص لو ربنا كرم يعني يا رب بهدف يعني مبكر، الموضوع حاجه موضوع هايل، هدف مبكر في المباراه دي ايهاب هيريح لعيبتك وكل حاجه تبقى، لكن برضه هدف مبكر مش هيخلي معين الشعلالي الشعباني اعتقد برضه يفتح خطوطه لسه بدري، لان عنده مباراه عوده بالزبط. هو هيهدى شويه برضه ويشوف الدنيا فيه ايه بالظبط، لكن لو استقبل هدف بدري مش هيفتح خطوط، اصل دي نهائي وعلى ماتشين، مش مباراه مش مباراه واحده لا، لكن هيبقى انت هتصدر قلق يا ايهاب لما هدف مبكر في مبارزه دي، والنادي الاهلي بعظمته بجماهيره لا، انت بتصدر قلق جامد جدا للعيبه الترجي،
وحتى المدير الفني بقى في قلق، 1-0 ممكن تبقى 2، وفي نفس الوقت على الجانب الاخر 1-0 تهدى، لكن 1-0 ما يكفيش. وزي بقول لك كل الحرص استقبال اي هدف في القاهره، ده اللي هيعمل لك اكبر مشاكل بغض النظر عن النتيجه. كل السيناريوهات وارده، واكيد المدير الفني حاطط في دماغه كل السيناريوهات، طبيعي السلبيه قبل الايجابيه. طبعا طبعا طبعا، ده اكيد كل مدير فني كده بتخيل لو حصل هعمل ايه، طب هبدا اشتغل ازاي، لو استقبلت هدف، لو جبت هدف. الماتشات دي بتقدر تلعب تبدا بقوتك الضربه كلها، ولا يبقى فيه فرده او اتنين على الدكه؟ لا ابدا قوي جدا، ابدا قوي جدا، انت مش عايز تضيع ثانيه، هات من الاخر بالظبط. انت مش عايز، انت مش عايز تضيع دقيقه. قوه الضرب عندي موجوده وسلام الحمد لله، ابدا. حصل حاجه عندك لعيبه، ولاعيبه ما شاء الله طبعا. حاجه القايمه يعني كبار. لكن انت عايز، لا كل قوتك موجوده، وكل بقى ان شاء الله في اليوم الموعود او اليوم اللي احنا عايزين نبقى كلهم كويسين فيه. حصل حاجه يبقى في ناس موجوده، لكن ما تضيعش ثانيه. المباراه دي ما تستحملش اهاب دقيقه تضيع منك، لازم من اول دقيقه زي ما بقول لك انت رساله ان شاء الله هنكسب النهارده في القاهره ومكسب كويس. رساله واضحه منك يا كابتن، ورساله عند اللعيبه. جماهير النادي الاهلي بيبقى عندها الخبرات برضه، يعني طبعا. زي ما اللعيبه عندها خبرات طبعا. الجمهور بقى عنده خبرات، ودي حاجه تتوافر عند جمهور الاهلي فقط، هو جمهور البطولات طبعا، بالذات البطولات الافريقيه. لما نلاقي التصنيف الافريقي الاخير، الاهلي اللي طلع امبارح رقم 1، الترجي رقم 2، يعني هم قمه الهرم الافريقي، وهم اللي في مباراه نهائي، وزي ما قلت لك الجمهور عنده الخبرات الكبيره. الجمهور بقى دايما كان بيعودنا قبل المباراه يعني تشجيع جامد جدا جدا، ومع بدايه المباراه بتبقى انت بتلاقيه هدي، انت رسالتك ايه للجمهور؟ لا